نشرة الأخبار على الحياة فم. منتصف الليل من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين. القمة الفرنكوفونية، وزارة الصحة تنظم ندوة تحت عنوان الخدمات الصحية والرقمنة رافد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد بأن المرسوم 54 هو ضرب ممنهج لحرية الصحافة. عثمان الجرندي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يحان الوقت لاعتماد مقاربة دولية شاملة ومتضامنة في التعاطي مع الهجرة غير النظامية. والهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تقبل محضر جلسة التفاوض الملتئمة مع وزارة التربية. إلى تفاصيل النشرة، وبمناسبة احتضان تونس للدورة 18 للقمة الفرنكوفونية، نظمت وزارة الصحة مساء يوم الاثنين بالقرية الفرنكوفونية بجزيرة جربة ندوة تحت عنوان الخدمات الصحية والرقمنة رافد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكان ذلك تحت إشراف وزير الصحة علي مرابط وبحضور ممثل البنك الأفريقي للتنمية وممثل البنك الدولي بتونس وعدد من ممثلي كليات الطب الفرنكوفونيين وممثلين عن الدول الفرنكوفونية المشاركة في القمة وإطارات من وزارة الصحة. وفي كلماته التي ألقاها بالمناسبة، أكد وزير الصحة علي مرابط على أن اختيار جزيرة جربة لاحتضان القمة 18 للفرنكوفونية هو اعتراف بمكانة تونس كأرض للتسامح والتعايش على مر التاريخ وتثمينا لموروثها الحضاري والثقافي والعلمي، مبينا أهمية هذه القمة في تعزيز التعاون والشراكة بين البلدان المشاركة. وفي ذات السياق، تطرق علي مرابط إلى ما حققته تونس من إنجازات في المجال الصحي بفضل مجهودات مهنية الصحة وتضافر الجهود المبذولة لتسويق الخبرات التونسية ودعم البحث العلمي والصناعات الصيدلانية لمزيد تحديث الخدمات الصحية عبر رقمنة القطاع الصحي. أدى وزير الداخلية توفيق شرف الدين مرفوقا بالسيد المدير العام أمر الحرس الوطني وثلم الإطارات بوزارة الداخلية زيارة لعون حرس وطني تابع لسرية التدخلات السريعة مقيم بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، وذلك للاطمئنان عن حالته الصحية، وذلك أثر تعرض مدرعة يوم 16 من أكتوبر المنقضي لحادث مرور بسيدي بوزيد أسفر عن إصابة ضابطين وثلاث رتباء حرس وطني بأضرار متفاوتة. عثر أمس الثلاثاء 15 من نوفمبر الجاري بمدينة الجمة التابعة لولاية المهدية عن رضيع حديث الولادة أمام محطة القطار، حيث أذنت النيابة العمومية لفرقة الشرطة العدلية بالمهدية بإيداع الرضيع بالمستشفى الجهوي بالجم لإجراء الفحوصات اللازمة في الوقت الحالي حتى يتسنى لهم نقله فيما بعد بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة بالمهدية إلى مركز رعاية الأطفال فاقدي السند لرعايته. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة أمس الثلاثاء 15 من نوفمبر الجاري بمدينة الحمامات قبول محضر جلسة التفاوض الملتئمة أمس الاثنين بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، وذلك وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي لوكالة تونس فيق الأنباء. وبين المصدر ذاته أنه تم التصويت بأغلبية الأعضاء المشاركين في الهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم غدا الأربعاء إمضاء اتفاق مع وزارة التربية حول المقترحات التي تم تداولها مع مواصلة النقاش في اللائحة المهنية لقطاع التعليم الأساسي. وتضمن مشروع محضر الجلسة 5 نقاط تم النقاش بشأنها من خلال التوصل إلى حل لأزمة المعلمين النواب والمتعاقدين، ومن بينهم اقتراح وزارة التربية التعاقد لمدة أقصاها 2 سنوات يتم على إثرها إدماج المعلمين النواب دفعة 22 و2000 في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربصة. وأضاف المصدر ذاته بأن الاتحاد العام التونسي للشغل حاول قدر المستطاع تذليل الصعوبات لإيجاد حل لهذا الإشكال وعودة التدريس بمختلف المؤسسات التربوية التونسية. أجرى عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم أمس محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك بمناسبة تعيينه مؤخرا في هذا المنصب بالحكومة الإيطالية، وجدد الوزير تهنيه لنظيره الإيطالي، كما استعرض الوزير مع نظيره الإيطالي الاستحقاقات الثنائية المقبلة وأبرز ملفات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص تونس على مواصلة استمرار التشاور التونسي الإيطالي وعلى مختلف المستويات
حول المسائل الإقليمية والدولية التي تستدعي التنسيق المشترك وفي مقدماتها ظاهرة الهجرة غير النظامية. أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أنه في إطار مواصلة سياستها المنهجة لضرب حرية الصحافة، واصلت الحكومة التونسية خطوات التضييق والهرسلة على الصحفيين التونسيين. وتفاجأت النقابة الوطنية للصحفيين بانخراط وزيرة العدل ليلى جفال في تفعيل المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات، وذلك لضرب حرية الصحافة وأرسلة الصحفيين، حيث استعملت فرقة مكافحة الإجرام بالجرجاني استمعت يوم الاثنين إلى الصحفي ومؤسس مدير موقع بزنس نيوز نزار بهلول على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفالة إثر نشر الموقع مقال تحليلي لحصيلة عمل الحكومة نجلة بودن. وقد أثارت ليلى جفالة شكاية ضد نزار بهلول على معنى الفصل 24 من مرسوم سيء الذكر بتهمة نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيس الحكومة والادعاء بالباطل وما له من تأثير على الأمن العام بغاية الأساسي بأمن الدولة. وفي ذات السياق، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن إحالة نزار بهلول بتهم متصلة بالمرسوم 54 هي الأولى التي تسجلها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ صدور هذا المرسوم في 13 من سبتمبر الماضي. ويواجه الصحفي مؤسس موقع بزنس نيوز تهم عقوبتها قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات على خلفية مقال تحليلي نقدي. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القمة الفرنكوفونية، وزارة الصحة تنظم ندوة تحت عنوان الخدمات الصحية ورقمنة رافد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي تقبل محضر جلسة تفاوض الملتائمة مع وزارة التربية. عثمان الجرندي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالي، حان الوقت لاعتماد مقاربة دولية شاملة ومتضامنة في التعاطي مع الهجرة غير النظامية. والنقابة الوطنية التونسية للصحفيين التونسيين تؤكد بأن المرسوم 54 هو ضرب ممنهج لحرية الصحافة. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.